مشاهدينا متابعينا الكرام، مجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد، وفي انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة على بركة الله، أعلنت انطلاقة شوطنا الخامس عشر للأبكار اللقاية من مسافة الأربعة كيلومترات. بدأ التحدي وبدأ الصراع من أجل النوماس في هذا التحدي الرياضي الأصيل، ما بين أقطاب المنافسة، ما بين الشعارات الكبرى. أتقدم لأتعرف على مقدمة الشوط، أتابع المحتلة للمركز الأول. وصلت فن في هذه اللحظات راشد بن طالب، بن راشد بن شريم المري مقدما فن مع المركز الأول. الدور دور المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات، والمنطلقة متابعينا الكرام وصل شعار فايز بن شبيب بن غالي العتيبي مع المركز الثاني، يقدم السنافية مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم في هذه اللحظات، وصلت وتقدم التصميم سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي المري مقدما تصميم مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم، التقدم في هذه اللحظات، وصلت وتقدمت بشعار فلاح بن محمد القحطاني مقدما عرقه، عرقه مع المركز الرابع وخامسا. اتابع في هذه اللحظات، اوصلت وانضمت متابعينا الكرام، اوصلت انتباه سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى. المتقدمين متابعينا الكرام، العودة إلى بن شريم، بن شريم والإنجازات، بن شريم والسجلات، بن شريم والبطولات، مع فن تنطلق بالأداء الكبير، تنطلق بالشعار المتميز دائما، يقدم فن في هذه اللحظات. بن شريم راشد بن طالب، بن راشد بن شريم المري مقدما فن بالأداء المتميز في هذه اللحظات. تنطلق فن باحثة عن النوماس، ولكن القادم وصل في هذه اللحظات. وصل التصميم سعيد بن راشد بن صالح المري مقدما تصميم مع المركز الثاني. المركز الثالث، اوصلت السنافية وفايز بن شبيب بن غالي العتيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات، اوصلت انتباه سالم بن عبد الله بن سعد الهاجري. وخامسا اتابع الاسماء، اتابع الشعارات. الله 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 الله, الله, الله الله على الأسماء القادمة. أوصلت في هذه اللحظات وانضمت، ترف، وصلت ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي، ولكن العودة إلى الصراع، إلى النزاع، إلى التحدي الأول، إلى معركة الكبار، معركة العمالقة، ما زالت مع المركز الأول. من انطلقت في هذه اللحظات؟ تصميم، تصميم مع المركز الأول، يا الجربوعي يا المري. الكيل الأخير، الكيل الخطير، بن شريم والجربوعي والقادمة مع المركز الثالث. أوصل الترف يا الرزق العجمي، يقدم ترف. مرت مرور الكرام وانطلقت مع المركز الأول. بدأ الصراع
وبدأت المعركة، ولكن النوماس وين؟ الفوز وين؟ الانتصار وين؟ الجرموعي مع المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات، العجمي مع ترف، ترف ترف العجمي، ولكن يا من القادمة أوصلت في هذه اللحظات؟ وصلت من محمد بن راشد الفهيد المري، وصلت دلع دلع والعجمي العجمي ودلع يا باي، معركة الكبار، ولكن ترف 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 بالأداء الكبير، بالأداء المميز، بالأداء الخطير، ما بين الجماهير، ما بين صيحات الجماهير والمحبين، راح الترف راح الترف إلى نجران إلى نجران إلى نجران، ودوا السلام، سلام يا ترف، سلام يا ترف، سلام 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 إلى نجران، تودي السلام ترف إلى ميدان نجران. تهانينا والنوماس المركز الثاني، أوصل الدلع مع المركز الثاني متابعينا الكرام، المركز الثالث أوصل التوصيف متابعينا الكرام، ورابعا أوصلت مع المركز الرابع انذار متابعينا الكرام سلطان بن خليفة بن محمد بن زاهرة الخيالي، وخامسا أوصلت مع المركز الخامس متابعينا الكرام شعار محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري المجازف مع المركز الخامس، مع شواهين التوقيت الزمني ولحظة وصول ترف معلنة الفوز والنوماس متابعينا الكرام، ناجي بن مسهر بن صالح الرزق العجمي تهانينا والنوماس، 6 دقائق 23 ثانية 41 جزءا من الثانية، كذا كان توقيت ترف المركز الثاني متابعينا الكرام، أوصلت مع المركز الثاني دلع فهيد بن محمد بن راشد آل فهيد المري، وصل مع المركز الثاني متابعينا الكرام، توقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانية 39 جزءا من الثانية، المركز الثالث أوصل التوصيف متابعينا الكرام فهيد بن علي بن راشد آل فهيد المري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 25 ثانية 92 جزءا من الثانية متابعينا الكرام، هكذا كان توقيت توصيف المركز الرابع. المركز الرابع، المركز الرابع متابعينا الكرام، وصلت انذار سلطان بن خليفة بن محمد بن زاهر الخيالي، 6 دقائق 26 ثانية 75 جزءا من الثانية، وخامسا وصلت شواهين مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 6 دقائق 27 ثانية 25 جزءا من الثانية، تهانينا والنوماس لجميع الفائزين.